السؤال الرابع موضوعه القطار فائق السرعة البواق. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لتقديم السؤال. شكراً سيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمون، السيدة والسادة المستشارين المحترمون. السيد الوزير المحترم، الغاية من طرحنا هذا السؤال حول تقييم النتائج الأولية لانطلاق القطار الخارق السرعة الذي نعتبره مفخرة لبلادنا، إذ بواءها على الرياضة على الصعيد الإفريقي. أقول حيث بات طرح هذا السؤال على الرغم من مرور فترة وجيزة، ولأجله نود منكم تنوير الرأي العام الوطني بالنتائج الأولية لتقييم هذه الانطلاقة، ولا سيما ما يتعلق بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة القطار والمسافرين وكل المستعملين. شكرا سيد الرئيس. الكلمة للسيد الوزير للإجابة على السؤال. شكرا سيد المستشار المحترم، وكذلك أؤكد على ما تفضلتم به أنه مشروع يعتبر مفخرة لبلادنا، والأجمل فيه هو أنه مفتوح لكل الفئات ديال المجتمع. لأن واحد الوقت كان التخوف عندك يكون هذا القطار البراق أو التي جي في حكر على واحد الفئة من المجتمع. الحمد لله الآن الناس اللي تيسافروا فيه يجدون أن كل فئات المجتمع حتى في الدرجة الأولى مفتوحة للجميع، وهذا بطبيعة الحال جاء لأن السياسة ديال التذاكر أو السياسة التجارية عكس ما هو موجود في دول أوروبا ودول غيرها كانت فعلا موجهة لكل فئات المجتمع. عود على بدء هذا السؤال اللي طرحتي، نعطيك بعض الأرقام. عدد المسافرين عبر القطار خلال شهر دجنبر 2018 وصل ما يقارب 168 ألف مسافر، وارتفع هذا العدد فوق 200 ألف مسافر خلال شهر يناير 2019، أي بزيادة ديال 19% ما بين دجنبر ويناير. ورافق هذا التطور في عدد المسافرين تحسن نسبة المل اللي كانت 40% فاش بدا، وارتفعت إلى أكثر من 67%. وبطبيعة الحال هذا خدا بعين الاعتبار أن كاين واحد الجودة ديال الخدمات اللي ساعدت أن البراق حصل على هذه النتيجة هذه، وهي الخدمة اللي الآن نوسعها. بدينا بالأطلس اللي تيدير مراكش الدار البيضاء فاس، واللي مستقبلا ان شاء الله منين غنجيبوا عربات جديده وقاطرات جديده غادي توسع هذا النمط ديال الخدمه ديال الاستقبال وغيره، توسع بطبيعه الحال لخطوط اخرى ان شاء الله تعالى. شكرا سيد الرئيس. الكلمه لاحد الساده المستشارين في اطار التعقيب. شكرا سيد الوزير المحترم، شكرا على هذه المعطيات وعلى الارقام المهمه وهذا تشجيع لهذا المشروع الكبير اللي هو مهم. فقط سيد الوزير بينكم باش تنوروا الراي العام حول السلامه والامن والجوده باش يطمئنوا المواطنات والمواطنين اللي كيستعملوا هذا القطار، وهذا مشروع نبارك له جميعا ونتمنوا التوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم. الكلمه للسيد الوزير لرد على التعقيب. هو بطبيعة الحال كاين واحد المنظومة ديال الأمن والسلامة للقطارات كلها، لكن فيما يتعلق بالبراق هذه المنظومة السلامة أعلى، لأنه ما بين طنجة وقنيطرة يوصل 319 320 كيلومتر في الساعة. بطبيعة الحال نعتقد بعض المؤشرات قبل ما تنطلق القطارات اللي تتحمل المسافرين تكون قطار آخر لتي يتأكد من الطريق، وكاين دوريات ليلية تراقب هذا الخط هذا، لأن هذه الثقافة بطبيعة الحال ديال الخطوط الفائقة السرعة عاد دخلت لبلادنا. كاين اللي تيكون عنده بطبيعة الحال عدم علم يمكن يرتكب بعض الأخطاء، وكاين اللي يمكن يكون بطبيعة الحال بسوء نية. فهادشي علاش تتكون دوريات ليلية تتكون مراقبة، فهذيك الحادثة المعزولة تتبين أنه بطبيعة الحال كاين واحد المراقبة، لأن ملي تتوصل لهذا المستوى السرعة ما تيمكنش بطبيعة الحال ما تكونش السلامة في أعلى مستوياتها. وإن شاء الله في المستقبل غيتوسع الخط، غيهبط من قنيطرة للرباط ومن الرباط للدار البيضاء. شكرا سي الوزير.